صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من حملات الاختطافات ضد المناهضين لها في محافظات الحديدة غرب البلاد، وذلك تزامنا مع استعدادات عسكرية للحكومة الشرعية والتحالف العربي لشن عملية حربية لتحرير المحافظة. ويواجه المختطفون في سجون الميليشيات عمليات تعذيب وحشية تعرض حياة الكثير منهم للخطر بعد أن وصل وضعهم الصحي إلى مراحل مقلقة. حول هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي من هناك السيد عبد الحفيظ الحطامي. نرحب بك يا سيد عبد الحفيظ. مساء النور أختي العزيزة لك ولكافة مشاهدي قناة دمشق. تحية لك سيدي. إذا بداية، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن أماكن احتجاز المختطفين وأعدادهم؟ أختي الكريمة، الأعداد المختطفين يعني تتراوح ما بين 300 إلى 400 شخص، تختلف من وضع من وقت لآخر. هناك سجون خاصة بالميليشيات، هناك سجون أيضا الأمن السياسي، سجن في أيضا في مديرية الزيدية، في بيت الفقيه، في الزبيد، في مناطق متعددة، إضافة إلى أحيانا يستخدمون حتى بنايات خاصة، بعضها حكومية وبعضها غير حكومية. التقارير التي تصلنا من وما يتسرب طبعا من هذه، وكذلك طبعا اضافه الى سجن الامن المركزي وايضا القلعه سيء الصيت، طبعا هذه المراكز الاعتقال للاسف الشديد يتم فيه اذلال وتعذيب المختطفين، يتم ابتزازهم ماليا في بعض المناطق، اضافه الى ان بعض المختطفين حالتهم وصلت الى درجه السيئه، هناك بعض المختطفين من اصيبوا بالشلل، هناك من يعانون من الفشل الكلوي، هناك عمليات تعذيب وحشيه وممنهجه من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، هناك طبعا اضافه الى عمليات التعذيب بالكهرباء، طبعا يمنع عليهم دخول المحامين، يمنع ايضا تحرك المنظمات الحقوقيه باتجاههم، وهناك مناشدات من رابطه امهات المختطفين ومن اولياء واهالي المختطفين، هناك طبعا مناشدات للامم المتحده، لمجلس الامن، للمنظمات الحقوقيه الدوليه والمحليه والاقليميه، للنظر الى ما يحدث للمعتقلين في محافظه الحديده، البعض يمر عليهم حتى الان ثلاث سنوات، سنتين وبضعه اشهر، والبعض يدخل في السنه الثالثه منذ 21 سبتمبر المشؤوم، وبالتالي اختي الكريمه هناك ماساه بالنسبه المختطفين. نعم. تحدثت طبعا بشكل عام بالنسبة لوضع المختطفين سيد عبد الحفيظ، ولكن تحديدا في الحديدة يعني هناك أيضا مختطفون طبعا منذ سنتين كما تحدثت، والآن ربما زادت هذه الوتيرة مع اقتراب ربما يعني القوات، وهناك استعدادات عسكرية لتحرير هذه المحافظة. بالنسبة لهؤلاء المختطفين الجدد، هل هم مثلا يعني صحفيون أم هم مدنيون عاديون تم اختطافهم حاليا؟ أختي الكريمة، المختطفين طبعا هنا في وتيرة في عملية الاختطاف، بالذات في مناطق التحيتة، في مناطق زبيد، في مناطق الحيس الجراحي، أيضا جبل راس، في مديرية البراوعة في قرية بني سليمان، إضافة إلى مدينة الحديدة، في منطقة الزيدية، في منطقة المغلاف الضحي، هذه مناطق عادة ميليشيا الحوثي والمخلوع طبعا مع تقدم الجيش الوطني من الجنوب باتجاه الخوخة، إضافة إلى الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني في ميدي، الحوثيون يصابون بالهستيريا ويقومون بعملية اعتقال عشوائية، تطالب كثير من الناشطين السياسيين. نعم. وهم عادة يستهدفون الطبقة المتعلمة، معظمهم معلمين، ناشطين سياسيين، شباب ثورة، القيادات في حزب التجمع اليمني للاصلاح، قيادات وسطيه، افراد ناشطين، اي شيء، اي جهه واي شخص ينتمي للتجمع اليمني للاصلاح او لاي جهه، او حتى على مستوى الراي الشخصي، اليوم يحاسب ابناء محافظه الحديده لمجرد راي يبدونه على صفحات التواصل الاجتماعي، او لمجرد الراي في مقيل او ما الى ذلك، يتم اختطافهم، اضافه الى ان الاعتقالات ايضا طالت عناصر في حزب المؤتمر الشعبي العام، من اطلقوا عليهم باسم الطابور الخامس. نعم. هناك استهداف للانسان السهامي، هناك محاوله لترتيع ابناء محافظه الحديده قبل ان يدخل الجيش الوطني لتحرير هذه المحافظه، التي يتطلع ابناؤها اليوم الى ان يصل الجيش الوطني وقوات التحالف لازاله هذا الجرب الذي حل بهذه المحافظه المسالمه، وبالتالي اختي الكريمه هناك مناشدات من ابناء محافظه الحديده، لان ميليشيا الحوثي والمخلوع تفرض عقابا جماعيا منذ ثلاثه اعوام تقريبا، والكهرباء لم تعد موجوده في محافظه الحديده. نعم. اليوم الناس يموتون بالوباء، يموتون ايضا بسبب تقلص مياه الشرب، واصبحت معظم الاحياء مدينه الحديده تعاني من ضد هذه المياه، الناس يبحثون عن مياه الشرب
في المياه المالحه، الابار المالحه، وايضا في مناطق من ابار غير صالحه للشرب. هناك حاله بؤس، حاله مجاعه، حاله هناك مناشده من مديريه الزبيب بان لقاح الاطفال انتهى في مختلف العيادات والمستشفيات الخاصه، ومعظم الرضع يموتون مما يصلون الى هذه المستشفيات لانه لا يوجد لقاح للسر الذي عاده ما يعطى للاطفال الرضع. نعم، وجميل انك يعني ركزت ايضا ان هناك مناطق ايضا تعاني من اشياء كثيره، منها كما ذكرت يعني المياه الملوثه، وايضا الوضع الصحي الكارثي، وايضا هناك يعني اقبال على مجاعه حقيقيه في هذه المحافظه وكثير من مديرياتها. يعني تحدثت على عجاله سيد عبد الحفيظ عن يعني طبيعه ربما التعاون ربما وادوار منظمات المجتمع المدني الحقوقيه او حتى المنظمات الدوليه كالامم المتحده، ليس هناك تجاوب حتى الان مع ربما رابطه امهات المختطفين في هذا الجانب. نعم سيدتي، في بيئه للاسف الشديد تسود فيها الكبت والاختطافات والقتل والاعدامات التي تطال المواطنين فقط. عبد اختي الكريمه اذا خرجت عن سؤالك، فقط اليوم قتل المواطن عادل شنيني في منطقه الفازه باول لغم زرعته ميليشيا الحوثي والبخلوع ضمن حقول الغام في منطقه الفازه بمديريه التحيته جنوب مدينه الحديده. وطبعا الرجل هذا الصياد كان متجها في الطريق الى البحر عندما نسف به احد الالغام. هناك ايضا زرعت ميليشيا الحوثي والبخلوع الغام في منطقه النخيله، في منطقه الفازه، في منطقه في شواطئ مديريه المناطق الجاح، مناطق الطائف الكويزي، اضافه الى مناطق وشواطئ مديريه الخوخه. بالنسبه فيما يتعلق بالقضيه المنظمات الحقوقيه، للاسف الشديد لا يوجد اعلام، لا يوجد منظمات حقوقيه اغلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع كافه مترفه الحريه ومترفه الحياه الحقوقيه. لم يعد حتى المحامون اليوم يستطيعون ان يتحركون باريحيه نظرا للتطبيق حتى على مستوى القضاء. للاسف الشديد اختطف القضاء، اختطف الامن، اختطف المحامون، اختطف كل شيء له علاقه بحريات الناس. وبالتالي اختي الكريمه لا يستطيع احد، اللهم عدا بعض الاعلاميين من يحاولون ان يتواصلوا مع منظمات حقوقيه في وكاله اقليميه أو دولية لعرض ما يحدث في محافظة الحديدة من انتهاكات مروعة بحق السكان. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، حدثنا من الحديدة.